لما خرج الشعب المصري يوم 30 يونيو لإسقاط الإخوان ما كانش عارف وقتها إنه بينقذ مصر حاضراً ومستقبلاً من استهداف كان مقدر له سرقة مقدراتها واستغفال شعبها. وده مش كلام إنشائي، ده له سند من وقائع الأحداث. مثال على ما قدمته 30 يونيو لمصر هو الموقف الرسمي المصري من الملف السوري في عهدين. في عهد دولة الإخوان كان موقفهم من الملف السوري بيخدم أهداف قطر وتركيا. ده كان مؤتمر عقده الإخوان في استاد القاهرة وهم السلطة الحاكمة في مصر، وسموه مؤتمر نصرة سوريا. وفي بيان رسمي باسم الدولة المصرية اللي كانت في قبضتهم وقتها أعلنوا وجوب الجهاد بالنفس والمال في سوريا لإسقاط بشار الأسد. لقد قررنا اليوم قطع العلاقات تماماً مع النظام السوري الحالي، إغلاق سفارة النظام السوري بالقاهرة، وسحب القائم بالأعمال المصري من دمشق. وفي الوقت ده كانت السعودية والإمارات لهم نفس موقف قطر ضد سوريا. أول ما بدأ الموضوع لسوريا توجهت للمملكة العربية السعودية وقابلت الملك عبد الله وقلت له هذه الحالة. قال لي إحنا معاكم، أنتوا أمشوا في هذا الموضوع وإحنا بننسق، ولكنكم أنتوا خلكم مستلمين الموضوع. لكن بعد ثورة 30 يونيو عادت الدولة المصرية إلى موقفها الاستراتيجي الدائم من سوريا، والمنطلق دايما من أن سوريا هي من مفاتيح الأمن القومي المصري. احنا بنتكلم على وحدة الأراضي السورية، بنتكلم على اتفاق سياسي لحل هذه الأزمة، أن ما بقاش فيه نترك الشعب السوري بعد كده عند الوصول إلى حل أسير لأيدي الجماعات الإرهابية المسلحة، ثم عادة إعمار سوريا. الدولة دي ده موقف مصر 30 يونيو، واللي تلاه تغير موقف السعودية والإمارات اللي كان في نفس خندق قطر الساعي لإسقاط بشار الأسد ولو بتدمير سوريا. انتوا كنتوا معانا في خندق واحد، غيرتوا قلولنا احنا بنغير، وانا ما عندي مانع ان الواحد يغير إذا لما يلقى نفسه غلطان، لكن يبلغ شريكه. هنا نسأل ازاي تغير موقف السعودية والإمارات؟ كانت المعلومات اللي مصر أطلعت السعودية والإمارات عليها هي نقطة التحول في موقفهم من قطر وبدء التحالف بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين، تصدياً لدور قطري في مشروع للمنطقة قد ينال من الدول دي نفسها، فتبنوا الموقف المصري اللي هو ضد تقسيم سوريا. روسيا بقى، ولأنها كانت وما زالت داعمة لسوريا، قدرت موقف مصر الاستراتيجي من سوريا وما أحدثته من تغيير في مواقف السعودية والإمارات. لأن موقف مصر المنطلق أساساً من دواعي أمنها القومي مش بس خفف عن روسيا عبء الدفاع عن سوريا، إنما كمان اعتبرته موقف متوافق مع مصالحها الاقتصادية، وبالتالي زادت قوة العلاقة المباشرة بين مصر وروسيا. وهنا عشان نعرف كيف تدير مصر علاقتها بروسيا قدامنا سؤالين مهمين: مصر محتاجة روسيا في إيه؟ وروسيا تساند مصر ليه؟ نبدأ بسؤال مصر محتاجة روسيا في إيه؟ أولاً تسليح الجيش المصري. مصر لا يمكن تعتمد على أمريكا وحدها في تطوير وتسليح الجيش المصري، لأن أمريكا متعهدة لإسرائيل بعدم تسليح مصر بسلاح يفوق سلاح إسرائيل. إذن استراتيجياً مصر محتاجة تنويع مصادر السلاح،
وكان اكتشاف حقل زهر وإعلان توقعات المخزون من غاز مصر عامل أساسي في تقوية موقف مصر السياسي اللي ساعدها على تنويع مصادر سلاحها. فاشترت غواصات حديثة من ألمانيا وطيارات الرافال من فرنسا، لكن ما زالت روسيا هي الند الأقرب لأمريكا من حيث التقدم الرهيب في صناعة السلاح بأنواعه. إذن روسيا لازم مصر تحاول ما تخسرهاش، لأنها محتاجة منها السلاح، بس مش السلاح وحده، إنما تاني حاجة مصر محتاجة فيها روسيا هي السياسة. سياسياً روسيا هي حليف استراتيجي لسوريا، وسوريا هي تاريخياً بوابة الأمن القومي لمصر، ومصالح مصر وروسيا وسوريا بينها درجة كبيرة من التوافق. وفي العلاقات الاستراتيجية بين الدول ممكن يوجد اختلاف مواقف أحياناً طبعاً، بس بتكون السياسة ساعتها هي فن تقليل الاختلاف، ودي حاجة بتحسبها كويس الدول العريقة. تالت إجابة لسؤال هي مصر محتاجة روسيا في إيه؟ هي الاقتصاد. فروسيا مرنة جداً في تعاونها الاقتصادي مع مصر، مثلاً هتعمل المفاعل النووي لمصر بدون ما تاخد فلوس مقدماً أو حتى أثناء إنشاؤه، ومش هتاخدها إلا لما تبنيه وتشغله وتاخد فلوسها بشروط ميسرة من إنتاجه من الكهرباء وعلى مدى طويل جداً. وكمان في محور قناة السويس الواعد جداً لمستقبل مصر، روسيا بتأسس منطقة صناعية روسية للتصنيع الثقيل اللي مصر محتاجة بشدة، عشان مفيش نهضة بدون التصنيع الثقيل، وعشان محتاجة توطين تقنياته لأجيالها الجاية. طيب روسيا ليه أصلاً بتعمل ده لمصر بكل تلك المرونة؟ وده السؤال التاني، روسيا تساند مصر ليه؟ أولاً لأن روسيا عايزة تحط رجليها في أفريقيا زي أمريكا وفرنسا والصين، ومصر حليفتها القديمة من القرن الماضي هي مدخل مثالي لأفريقيا اللي هي مش بس سوق كبيرة للمنتجات والسلاح الروسي، لا دي كنز للمواد الخام المختلفة بتتسابق عليه الدول الصناعية الكبيرة والعظمى. ده أولاً. ثانياً روسيا بتحاول ترجع دولة عظمى ند لأمريكا في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي هي في حاجة لاستعادة مصر كحليف استراتيجي له ثقله في المنطقة لا تخرب علاقتها به أحداث عبرة زي مثلا تفجير الطيارة الروسية في مصر، واللي حصل بعد شهرين من الإعلان عن حقل زهر الضخم، واللي طبعا مصر هتحتاج تحميه بالسلاح، وروسيا مصدر رئيسي لتسليح مصر. الدولتين فهموا ان ده مش عمل شخص متشدد تافه، بل هو عمل مخابراتي مقصود منه تحديدا مش بس ضرب السياحة احد اعمدة الاقتصاد المصري، لكن كمان كان بيستهدف احداث توتر في العلاقة بين مصر وروسيا لفك الارتباط بينهما، اللي واضح ان السيسي وبوتين فاهمين اهميته لبلادهم، فتجاوز بهدوء فخ تفجير الطيارة الروسية. إذن مصر وروسيا الاتنين فاهمين استراتيجية العلاقة بينهم حتى وهم بيتنافسوا على تصدير الغاز للسوق الأوروبية. مصر من ناحيتها حاسمة في خططها ومؤهلة لقيادة محور الطاقة في شرق المتوسط، وكمان روسيا من ناحيتها فاهمة ميزة غازها إنه يصل إلى أوروبا في أنابيب بصورته الغازية الأرخص، فالمنافسة هتستمر. لكن بالعلاقة الاستراتيجية يمكن الوصول إلى حلول ترضي الطرفين. في الحلقة الجاية هنسأل، إسرائيل واليونان وقبرص اتفقوا يصدروا غازهم إلى أوروبا، مصر فين من الاتفاق ده؟